ودعنا قبل أيام أحد أعمدة الفن التشكيلي المصري الفنان الكبير حلمي التوني عن عمر ناهز 90 عاما. حلمي التوني هو فنان متعدد الأوجه والأنشطة، كما أن له العديد من الأعمال التي تمثل ركيزة رسمت ملامح الهوية المصرية، فقد ألف وصور العديد من الكتب والملصقات الخاصة بالأطفال والتي نشرت بعدة لغات نشرتها المنظمات التابعة للأمم المتحدة، كما صمم العديد من الملصقات الحائطية للمسرحيات والأفلام، فصمم لمسرح العرائس شخصيات مسرحية صحصح لما ينجح تأليف صلاح جاهين، وكما أن له العديد من الإسهامات في الفنون التشكيلية المتنوعة ومن بينها تخصص الديكور المسرحي، إلى جانب دراسته للفنون الزخرفية. ولم يكن الفنان الراحل مجرد رسام، لكن امتدت إسهاماته كصاحب رؤية وإبداع متمرد، فتميز بأسلوبه الخاص بمزج التراث والحداثة بأسلوب بصري عبر من خلاله عن الروح والحياة المصرية بأسلوب أصيل. الفنان الراحل حلمي التوني كان يقرأ الماضي بلغة جديدة وألوان خاصة تميز بها أسلوبه، كما أنه كان مشغول في أعماله بالتراث الشعبي المصري وتنوعاته الإسلامية والقبطية والفرعونية، بالإضافة إلى لوحاته التشكيلية. كان الفنان حلمي التوني واحد من أبرز مصممي أغلفة الكتب على مستوى العالم، حيث تعاون مع كبرى دور النشر في تصميم أغلفة الكتب وإخراجها فنية، خاصة مؤلفات الكاتب العالمي نجيب محفوظ، وقد بلغ عدد أغلفة الكتب التي رسمها أكثر من 3000 كتاب، بالإضافة إلى المجلات التي كان يرسم أغلفتها أيضا. العلاقة بين الكتاب والفن التشكيلي اللي أبدع فيه الفنان الراحل حلمي التوني له أيضا علاقة كبيرة مع موضوع بنالي مكتبة الأسكندرية الدولي 11 لكتاب الفنان اللي بتنظمه حاليا مكتبة الأسكندرية، والبنالي هو حدث فني مستمر منذ رشقة المكتبة في عام 2002، حيث بدأ تنظيم دوراته ويتم تنظيمها كل عامين، وهو بيرتبط أشد الارتباط بروح المكتبة، حيث يهتم بتقديم الإبداعات الفنية على اختلاف طبيعتها، وبتعتمد فكرتها على استشراف علاقة الكتابة أو السرد أو الحكاية بالتعبير الفني البصري. يشارك في الدورة الحالية للبنالي 17 فنان وفنانة من مصر، مع مشاركة خاصة لتكريم الفنان الراحل حازم المستكاوي اللي ارتبط فنه بشكل وثيق بالرمز والحرف والكتابة، إضافة إلى مشاركة 8 فنانين عرب وأوروبيين. البنالي بيستمر حتى يوم 24 سبتمبر الحالي، وهو متاح للجمهور من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء كل أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة.